في بيئة محفزة وبعد استكمال كافة المتطلبات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، استقبلت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين منتسبيها في عدد من مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة وفقا للطاقة الاستيعابية لكل مركز. المؤشرات الإيجابية للعودة للحياة الطبيعية تسهم في تنشيط أغلب المراكز المعنية بالأطفال التي عادت مرة أخرى لاستقبال منتسبيها من أبناء الإمارة الباسمة. مركز الطفل بالحيرة كان وجهة الصغار، فملامح الفرحة والسعادة استشعرناها أثناء وصولهم للمركز، فمنهم من جاء ليتعلم فنون رياضة الجودو، ومنهم لينمي شغفه الموسيقي وينطلق في آفاق الإبداع. ورش لم تغب في رسالتها تنمية المواهب، هكذا عهدنا ما يقدم من مراكز الأطفال في الشارقة حتى عندما كانت تعقد افتراضياً، إلا أن للحضور منها رونقه الخاص. صراحة في الأونلاين ما استفدت كتير، لكن في الحضور يعني استفدت كتير جداً، وحضرت كتير ورش وتعلمت يعني كثير أشياء جديدة. ولما رجعنا للمراكز يعني قابلت أصدقائي من زمان ما شفتهم. كل شيء ممتع بين أركان مركز الطفل، فالمشاركة في الأنشطة بحماس كفيلة لتعكس مشاعر الاشتياق للمكان، وهذا ما لمسناه أثناء حديثنا معهم. كنت متشوقة لأرى جمال هذا المكان، وبالفعل تحققت أمنيتي وجئت إلى هذا المكان الرائع، فهو مكان سحري والألوان مليئة بهذا المكان. يعني كنت سعيدة بشكل مو طبيعي إني رديت المركز، شفت أصدقائي، شفت معلميني، اشتقت لهاي اللحظات وتذكرت الأيام لما كنا نعزف في المسارح، كنا نمثل، كنت أحصل على جوائز عديدة مع المركز، فإنه عادت لي هاي الذكريات وصرت يعني من أسعد الناس. 6 مراكز من أصل 14 مركزاً منتشراً في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية فتحت بالفعل أبوابها منذ بداية أكتوبر الجاري، على أن تستكمل بقية المراكز استقبال منتسبيها في الفترة المقبلة وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل مركز.